هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. عندنا إشكال، الإشكال الأول قلنا الهداية، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، وانتهينا. الإشكال الثاني ما هو؟ من أحببت، كيف يحب كافر؟ ثلاثة أقوال. القول الأول: من أحببت هداية، يحب له الهداية، وهذا لا إشكال فيه. نحن والله نحب للكفار الهداية، نقول والله نحب لكم الخير، وهو الدخول في الإسلام، نخاف عليكم، أنتم مخلدين في النار طول الأبد، لا نكذب عليكم. الثاني: إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية، حب طبيعي، حب لنعمه يدافع عنه، لكن يبغضه في الله، هذا القول الثاني الصحيح أيضا. القول الثالث: إنك لا تهدي من أحببت قبل النهي عن محبة الكفار، ويصح الأقوال الثلاثة لا إشكال، تمام؟ طيب، إنك لا تهدي من أحببت، عندنا إشكال أيضا. في الحديث قال الراوي، الراوي غير الرواية، الراوي هنا في الحديث غير الرواية، قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مفهوم؟ قال: فكان آخر ما قال هو، المفروض يقول: فكان آخر ما قال، يحكي نفس الكلام الذي تكلم به أبو طالب. أنت تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، صح؟ أنا ابن عبد المطلب. ما تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب، صح؟ لماذا الراوي هنا غير؟ الراوي هنا قال: فكان آخر ما قال هو، ما استطاع أن يقول أنا. لماذا؟ قال: تحقيق الرواة للتوحيد، تحقيق الرواة رواة الأحاديث، معتقد. قال: والله ما أحكي الكفر بلساني، ما أحكي الكفر بلساني، مع أني حاكي الكفر ليس بكافر. قال: لا، ما أحكي. الحجاج في مرض الموت قال: اللهم اغفر لي، فإنهم يزعمون يعني كذبوا أنك لا تفعل، ذكي ما يستطيع، فإنهم يزعمون كأنك لا تغفر للحجاج، يعيد هذا على نفسه، ما استطاع، مفهوم؟ أي نعم. جاءت مرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هذا ابن هذه المرأة جاءه سهم قبل المعركة، ولا يعرف هذا السهم من المسلمين أو من الكافرين، فقالت: يا رسول الله، أخبرني أين ابني، إن كان في الجنة صدق، وإن كان تستطيع الأم تقول على ابنها أنه في النار ما تستطيع، قالت: وإن كان في الأخرى، مفهوم؟ ما تستطيع تحكي هذا بلسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمون عليه، وإن تكن لا يمكن أن توصف جنائز أهل الإسلام بهذا حتى إن كان هذا الواقع، فشر تضعون عن رقابكم. قال بعض الطلاب عندنا: من فوائد هذا الحديث البعد عن الرفقة السيئة حتى بعد الموت، وهو ميت أتركه، وهو ميت ها إيش؟ فشر تضعون عن رقابكم بسرعة تخلص منه، وهو أن أعطيت الطالب درجة كاملة، لأنه ذكر من فوائد هذا الحديث البعد عن الرفقة السيئة حتى بعد الموت، يقول وهو ميت ابعد عنه، فما بالك اليوم من يخالط أهل الباطل.